طيب عشان نعمل كرات الجزر او كرات الطاقه بالجزر محتاجين ثلاث جزرات، يعني دول بصوا هم يعني المفروض يبقوا حجم واحد عشان انتوا تعرفوا تجيبوا ايه، يعني وسط ولا كبير ولا صغير، بس هم دول الثلاث احجام زي ما انتوا عايزين. بس بلاش صغير، يعني لو صغير هنستخدم اربعه، لو وسط هنستخدم ثلاثه. الجزر الاصغر بيبقى مسكر اكتر، فالحقيقه يعني ممكن تجيبوا الحجم الاصغر وتكتروا واحده علشان يبقى مسكر للولاد، لان احنا مش حاطين اي سكر، احنا معتمدين على السكر اللي في الجزر والسكر اللي في التمر. كوبايه شوفان ويكون محمص يا جماعه، لان انا مش هسوي، انا هعمله على البارد، فمحتاجه الشوفان يكون متحمص، متحمص في الفرن ومتحمص على النار براحتكم. عندي كوبايه من بذور عباد الشمس اسمها كده، موجوده عند كل العطارين وموجوده عند المحلات اللي بتبيع مكسرات او البوثز اللي بتبيع مكسرات. نص كوب تمر يكون طري ويكون منزوع النوى، معلقه كبيره زيت جوز الهند، ده اللي بحكي لكم عنه دايما، ان لما بنسيبه كده في التكييف زي عندنا كده بيتحول اكنه زي الزبده كده، البيضه اهو، وده طبيعي جدا وما فيهوش اي اضافات ومش مهدرج وما فيهوش اي مشاكل خالص. قرفه، جنزبيل، والجزر، فين الجزر المبشور بتاع التغليف؟ وينه؟ يلا جزر، بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالنا، ادي الجزر الاول هديله ضربه لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزين تسلقوه ممكن، بس اسلقوه على بخار اولا عشان ناخد فايدته، ثانيا عشان ما يخشلوش ميه كتير. شكرا. كيكه الشوكولاته معاكم على الشاشه. هفضل ماسكاه بقى كده. وادي التمر، والتمر لازم يكون طري، وممكن بلح اسود لو هو في الموسم. هحط بقى رشة جوز هند جوه، وهحط الشوفان، وهحط البذور والجنزبيل، جنزبيل او الزنجبيل او الزنجبيل، والقرفة، وهحط الجوز الهند او زيت الجوز الهند. هحاول اضربه ضربة كمان، وان ما كانش بقى بحطه في البولة علشان صراحة مش اوكي، مش بطالة. ننزل. طيب مرديش يا اميرة يمسك مننا، نعمل ايه؟ معلقة عسل، معلقة تانية من زبدة، من زيت الجوز الهند، معلقة مية، اي حاجة هتمسكه مفيش مشكلة، بس اكيد تكون حاجة مش محتاجة تسوية. خلينا نحط في بولة الاول وبعدين ناخد قرار احنا عايزين نعمل ايه، علشان اللي تحت غير اللي فوق، ف ما نستعجلش في القرار، نمسكه بايدينا كده ونشوف. دايما الايد اصدق. هجرب بايد واحده كده الاول، قوام تمام تمام خلاص. البس بقى جلافز التاني ونشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. تشيز كيك، صينيه كب كيك. نعم. ايس كريم سكوب. لا انا ما سمعتش انتوا قلتوا ايه. حاضر. اخر بقى قطعه كده. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مش فاهماكم. هاخد شويه من جوز الهند، وهاخد شويه من الحبوب دي كده. دول بقى لازم يخشوا التلاجة او الفريزر، ولازم يفضلوا جوه التلاجة او الفريزر، يعني دول مش هينفع يتحطوا مثلا في علبة مثلا على السفرة او حاجة.